السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفه جديده. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. وصفتنا اليوم هي عباره عن كريب، وصفه اللي هي سهله وناجحه 100% وبمكونات بسيطين. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والوصفه تعجبكم. يلا تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا على كيفيه التحضير والمكونات الوصفه. المكونات اللي معنا: عندي هنا نص لتر ديال الحليب، جوج ديال البيضات، واحد الساشي ديال الفاني، ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، واحد شويه ديال الملحه، ملعقه كبيره ديال الزبده، وجوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. طريقه التحضير: غادي نخلطوا كاملين هاد العناصر، والزبده غادي نخليها في الاخر، غادي ندوبوها. مهم غادي تشوفوا معايا الطريقه في الفيديو. غادي نديرو الحليب، وغادي نزيدو البيض، السكر، ملحة، سكر فانيلا والدقيق. دابا غادي نخلطو. من بعد ما تخلطت جميع العناصر، دابا غادي نزيدو عليها ديك المعلقة ديال الزبدة اللي دوبناها، وغادي نخلطو عاوتاني غير شوية. من بعد ما خلطت كاملين، دابا غادي نصبو الخليط هنا. كما تشوفوا الخليط ديالو كيكون جاري، غادي نخليه يرتاح واحد 20 دقيقة أو 30 ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما خليت الخليط ديالي يرتاح واحد 30 دقيقة، انا درت المقلاة باش تسخن. من بعد ما سخنت غادي ندير فيها واحد شوية ديال الزبدة، هكا. وندير الخليط ديال الكريب، انتما كما تشوفوا نخليو على نار هادئه حتى ينشف معنا من الفوق، وغادي نقلبوا الجهه الثانيه. انتما كما تشوفوا من بعد الوجه ديالو نشف، دابا غادي نقلبوا. يتحمر هانتوما الوجه ديالو تحمر، دابا غادي نحيدو نديرو واحده اخرى. نفس الطريقة اللي درناها في الأول، دابا غادي نقلبو الجهة الثانية حتى يتحمر. هانتوما من بعد ما تحمرت الجهة الثانية، دابا غادي نحيدوها. أنا غادي نبقى نستمر حتى نكمل الكمية اللي معايا، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي.
هو الشكل النهائي ديال لي كريب ديالي. نتمنى الوصفة تكون نالت الاعجاب ديالكم والفيديو عجبكم، وكما العادة ما تنسونيش باللايك الفيديو وبالتعليقات ديالكم، وتشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. اذا كنت اول مرة كتزور القناة ديالي ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصل لك كل جديد من الفيديوهات اللي غادي ننزل، فضلا منكم وليس امرا. يلا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة بحول الله.